1 يونيو 2022 بداية شهر جديد وساعة صباحية كلها إيجابية في شمس البحرين مع صباح يوم الأربعاء. صباحكم بالخير في أول أيام يونيو. صباح الخير جماعي. صباح النور. شهر جديد مثل ما ذكرت، شهر إن شاء الله يكون مليء بالتوفيق والسعادة ويكون خفيف إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. آمين. طبعا صبح عليكم مشاهدينا بكل خير. محطات متنوعة بنتوقف من خلالها في حلقة يوم الأربعاء، بنتناقش في فن إدارة وقت الطفل وأيضا الزراعة وطرق الاعتناء بالنباتات في الصيف. أكيد. وأيضا في حلقة اليوم بنتعرف على ورش فنية مميزة تزيد مهارات أطفالنا. خلونا في البداية نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مملكة البحرين. يمكن اليوم في نبض الشارع موضوع جدا مهم وحساس بنفس الوقت، يعني نتكلم تحديدا عن مواقف السيارات ومواقف ذوي الهمم. في اشخاص اليوم يعني ما يفتكرون يستخدمون هذه المواقف، فايش رايك في الناس اللي تستخدم هذا الشيء يعني تهمل ان هذه اماكن مخصصه لاشخاص يحتاجونها لضروره قصوى؟ اكيد طبعا. يمكن اكثر كلمه ممكن توصف هذا الشيء اللي هي قله الذوق. اذا انت تعرف انه في شخص او هذه المكان مخصص لاشخاص معينه ممكن انهم يحتاجونها، يعني اللي يلفت في الموضوع انه شنو هم محددين، يعني الباركات او المواقف اللي تكون موجوده تكون عباره عن محدده، لكن الباركات الثانيه تكون بشكل واسع بشكل اكبر. ليش انت هديت كل هذه المساحه وحطيت عينك على يعني هذه البارك؟ حتى لو ما كان في باركات، المفترض انه يكون في احترام لمثل هذه الفئه، لابد ان احنا نعطيها حقها، وهذا المكان هو حقها مو حق الجميع. اكيد. يمكن الواحد متى بيحس فيها؟ لان يعني كان عنده شخص يعني صح، من اقربائه يحتاج هذه الموقف. هني الواحد بيحس بقيمه الموقف والحاجه اللي يمكن الماسة بالنسبة لهذه المواقف. المفترض حتى لو ما كان أحد من الأقرباء أو حتى أنا شخصيا ما يكون عندي أحد ممكن يحتاجه، بالضبط. صح. هي مسؤولية اجتماعية، لابد أن أنا أحط نفسي دائما مكان هذه الأشخاص. أكيد. ولابد أن أنا ألتزم. بالضبط. أهو محطوط أن لي أشخاص معينين، فليش أنا أتعدى حدودي؟ بالضبط. ويعني أهضم حقهم. إحنا خلينا نشوف رأي الناس من خلال نبض الشارع مع الزميل علي اللي يمكن رافق مجموعة من الناس. نشوف مع الحدال هذه التقرير. في أغلب الأوقات المجمعات والأسواق باركاتها ما تكون متوفرة، وفي باركات حق الناس ذوي الهمم أو المعاقي مثل ما نقول. تأخذ البارك؟ لا. ليش؟ لأنه مو مكاني هذا. ما جربت من قبل؟ لا خلاص. شنو تقول حق هذا الشخص؟ لازم أسوي تصرف صح. لو ما لقيت تأخذ بارك ذوي الهمم؟ لا. ما جربت ولا مرة؟ ولا بجرب. مثل ما بيقولوا عدم مسؤولية من الشخص، إنه في ناس محتاجة هذه المواقف، مفروض هو يعني يكون عنده شوية كمان إحساس مع الآخرين. وحتى الناس اللي بتصف كمان موقفين يعني كمان خاصة بالزحمة هذه كمان، أنا بفضل الشرطة يعني مفروض تجي تعمل مخالفات. أنا كنت أغلط قبل مرة أو مرتين، بس لما شفت موقف قدامي يعتبر مصيبة. ترى واحد يأخذ باركينج حق احتياجات كذا، معاناة ترى لما يصير أحد ثاني بيحتاجه فعلا. يعني شوف وجه رسالة حق الناس اللي تاخذ بارك من دون أي شعور. تخيل بدل ما تاخذ البارك يعني تاخذ الإعاقة، بس جرب لو بس فترة بسيطة، بس ممكن يوم واحد. صعب والله، شيء يعور القلب مرة والله. هاي لازم صراحة لازم الشرطة تجي تخلفه فورا مباشرة، لازم تكون يعني دبل وأكثر، لأنه شيء خاصة مثل اليوم حرام. يعني اللي عنده أصحاب الهمم الخاصة لازم يكون مهن بارك لألو، ليه بدي ياخذ هذا البارك صراحة. جربت بس كانت بالغلط، يعني ما كنت منتبه للوحة حقت البارك، بس في واحد نبهني واضطريت اني اتحرك بسرعة. ايش رايك في الناس اللي ياخذون الباركات؟ الصراحة ما اتوقع انه حسوا بشعور ذوي الهمم اذا ما لقى موقف قريب ووجد صعوبة في انه يوقف. لو هو جرب الشعور هذا او عنده اخ او قريب راح يحس فعلا بالمعاناة هذه. شكرا بعدين.
ننتقل معاكم مشاهدينا إلى فقرتنا التالية. في هذه الفقرة راح نتعرف معاكم على فن إدارة الوقت عند الطفل وأسرار تنظيمه مع الأستاذة سحر حمدي، مدربة دولية معتمدة وباحثة في التوجيه والإرشاد الأسري. صبحت الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا. الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. صباح النشاط الحيوية. أكيد. طبعا صباح أكيد. النشاط والحيوية. أكيد. ممكن أستاذة سحر ممكن في البداية نبي نتكلم عن شلون نعرف الوسائل اللي ممكن من خلالها يعني ننمي تنظيم الوقت وأهميته بالنسبة للأطفال. هو تنظيم وقت ولا إدارة وقت ولا يحدد المصطلح؟ يختلف بين الإدارة والتنظيم؟ ولا تنظيم ولا إدارة. الاثنين غلط. الوقت. شنو هو المصطلح الأصح؟ الإدارة، الإدارة بتكون في الموارد، موارد بشرية، موارد مالية. ولكن إدارة وقت، تنظيم وقت، الوقت منظم. يعني الشمس بتطلع في ميعاد، هو كل يوم نفس الميعاد، صح؟ بتغرب في نفس الميعاد، الفجر والظهر والعصر متنظمين، احنا مش هننظمهم، هما متنظمين. التعبير ده أو المصطلح ده كان بيستخدم فيما مضى، ولكنه هو تعبير غير دقيق، التنظيم وتنظيم الوقت تحديدا يعني. بعد كده طوروه إلى إدارة الوقت، الوقت لا يدار، لكن ما الشيء الذي يدار؟ نفسنا يمكن. برافو عليكي. الذات، أنا أدير ذاتي وأدير أبنائي وأعلمهم هم إزاي يتحكموا في حياتهم. فيبقى هو ده المصطلح الصح. من هنا بقى نبدأ ننطلق ومن هنا ناخد الأسئلة. حلو. جميل. يمكن يعني يعني شنو هي السر في إن أنا أنظم نفسي؟ إحنا ما بنقول تنظيم وإدارة الوقت لأن أنت قلتي إنه هو المصطلح يمكن ما يكون دقيق. فشنو ممكن إن أنا عند الطفل أنظم نفسه على أساس إنه هو يكون يعني يقل الجهد على الأم في حال إن هي طبقت مثل هذه الأسرار؟ طيب خليني أقول لك حاجة. الطفل بيجي وهو بيبي هو متنظم. متنظم. احنا بنبوظ له كل النظام. بالضبط. بيجي الدنيا بيعيط، بيعيط ليه؟ يا اما عايز ياكل يا اما عايز يغير، غير كده يا نايم يا ساكت. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ احنا بنبوظ له النظام. يعني هو جاي السيستم بتاعه شغال كويس، صح؟ احنا بقى بعد كده بنعرف ازاي نبوظ الدنيا. خلاص. طيب بيبدا يكبر، بيلاقي حواليه الام الاب، بيلاقي الدنيا متلخبطه، فبالتالي بيبقى زيهم. طب عايزين بقى ام ذكيه، ام صالحه، ام عايزه تستثمر في ابنائها وعندها هدف، عندها نيه. هي مش عايزه تكون زي اي واحده كده جات الدنيا ومشيت. لا، انا عايزه اربي ولاد ها ينفعوني يوم القيامه، ينفعوا وطنهم، يسيبوا اثر وبصمه كده يعني بدون تخطيط. أكيد لا، مفيش حاجة في الدنيا بدون تخطيط. أكيد. لازم يبقى فيه تخطيط، لازم يكون فيه تنظيم، لازم تبقى عارفة أنت رايحة فين، الوجهة بتاعتك يمين ولا شمال ولا كله زي بعضه. أكيد لا. جميل. بالتالي يبقى أنا لازم أخطط يومي أنا وحياتي أنا، مشاريعي أنا، وبالتالي العيلة بتاعتي بتطلع بيا وأنا بطلع بيهم. مين الـ 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 الأهم في الموضوع؟ الأطفال الصغيرين. لان هم الجيل اللي جاي. طب اعمل ايه معاهم؟ ارتب لهم وقتهم ازاي؟ باللعب. باللعب. اللعب. لانه هو الطفل عرف يمشي ازاي؟ كان بيلعب ويتعلم من اللعب، صح؟ كان بيلعب. فلما الطفل تسيبيه يلعب وتسيبيه يلعب صح، شوفي صح صح بيلعب وقت ما بيلعب، ولما يحط حاجته في مكانها هو برضو بيلعب. يعني انت اديله الاوامر الصحيحه الواضحه، هو بيكمل اللعب لما يحط الحاجه مكانها. فده وقت اللعب. وقت اللعب بيبقى له ايه؟ بيبقى له لبس مخصوص. يعني الطفل مثلا انت واخداه يلعب كوره بتعلميه في النادي، هتوديه بالبيجامه؟ لا اكيد. يبقى كل اللبس حطيه جوه القالب. انت النهارده جايه لابسه اللبس القالب اللي هيخليكي قاعده قصاد الشاشه. فيبقى احط لابني وقت النوم في بيجامه حلوه. شوفوا انا الحاجات كل شيء له تاثير. ها، ادق التفاصيل. مش متخيله. انت مش متخيله. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيرزق الام والاب علشان يربوا اولادهم. ربنا سبحانه وتعالى كريم.
هو الفكرة كلها فين؟ أنا عايزة إيه؟ أنا عايزة أربي أولادي إزاي؟ أنا عايزة أولادي يكونوا إيه؟ من البداية أنا أحط الهدف، أنا أحط اللي أنا أبي أوصله. مخطط، كل شيء متخطط، ها؟ فهنعمل الآتي، هنعمل لبس لكل حاجة عشان يدخل جوه القالب، يبقى عارف إن ده لبس النوم، وده ولبس النوم ده مش ما يبقاش أي حاجة، ها؟ شيء مرتب ونظيف. لأن أنت بتبني بني آدم، أنت بتبني بني آدم، أنت عارف تعمل إيه؟ أنت بتقدم للكون كنز، فأنت عايز كنوزك تبقى عاملة إزاي؟ أكيد لازم الأساس يكون عايز تقدم إيه وأنت عايش، ها؟ عايز تخدم الدنيا في كل مكان. يعني فافترضنا أن أنتوا سافرتوا دلوقتي، رحتوا أي مكان في العالم ومعاكم ولادكم، أنتوا بتقولوا إيه؟ بتقولوا شوفوا البحرين، صح ولا لا؟ أكيد. إحنا بحرينيين، شوفوا البحرين. ولادك وهم مسافرين يمين أو شمال بيقولوا إيه؟ شوفوا البحرين. فهو سفير لبلده. طيب، يبقى أنا من وهو طفل صغير بعلمه مهارات، المهارات دي هي اللي بتشكل شخصيته بعد كده. جميل، خلنا نرجع أستاذة حق مهارة الوقت تحديدا وأثرها بالنسبة للطفل في تكوين شخصيته في المستقبل. السؤال ده جميل جدا 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 جدا. ليه؟ لانه انت النهارده لما بتعلم الولد وهو صغير ازاي يدير ذاته، ها، ازاي يوصل لاهدافه، وازاي الحلوه بقى اللي جايه دي، انه هي الفكره مش ان انت توصل لاهدافك قد ما انك تركز على العمليه دي اللي هي التنظيميه، العمليه التنظيميه، ها، تركز عليها. لما الولد بيتعلم ده من وهو صغير، ايه اللي بيحصل؟ يا هيطلع دكتور، يا هيطلع مهندس، يا هيطلع حاجه ناجح. لازم، مش هينفع ما يطلعش ناجح بعون الله. ليه؟ لان انت اخذتي بالاسباب اللي ربنا امرك بيها. صح. ليه ما يطلعش ناجح؟ اديني سبب واحد. ها، كل شيء، شوفي، اذا عملتي اللي عليكي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك. اكيد ما بيخيبك. اكيد. ليه؟ إنه هاي لازم الواحد يجتهد ويعمل عشان الله رحمن رحيم كريم. الله واحد واشتغل واجتهد، ليه ضيع تعبه؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين أبداً. صح. أبداً. أكيد طبعاً. وبالتالي تنظيمك لإدارة أبنائك، ها، في وقتهم، إحنا لينا عمر محدود، ها، تفهمهم إن دي فرصة. صح. فرصة هي مرة بس، المره دي هنعيش قد ايه يعني؟ ها، هنوصل 100 سنه؟ طيب وصلنا 100 سنه مقابل ابد الابدين في الجنه ان شاء الله. الابد. صح. فيبقى استفيد من الفرصه اللي جات لي دي، انا عايش اعلمه يحب الحياه، اعلمه يحب الحياه عشان يعرف يدير اوقاته، ها، يعرف ينظم مذاكرته، يعرف يكون مسؤول، ما يكونش بيعتمد على ماما هي اللي هتعمل الحل بتاع المذاكرة، أو بابا اللي هيعمل أي بحث ويلا يا بابا. أنا ماليش دعوة، نخليه يتحمل المسؤولية حتى وهو. أنا ماليش دعوة، دي حياتك. الإشكالية اللي الناس بتقع فيها إن هم، أنا عايزة ابني يكون أحسن حد في الدنيا، خلاص. صحيح. طب وريني أنت عملت إيه، طب خليني أنا، لا لا لا, لا. أنت عملت كده غلط، استنى بس هوريك. أنت بتعملي إيه؟ أنت بتهدميه. مين فينا ما غلطش وتعلم من غلطه؟ سيبي الولد يغلط ويتعلم من غلطه. المفترض يعني هني تكون المسؤوليه على عاتق الام او الاب، اذا كانوا هم اللي ربون عدل، لابد انهم يعرفون شنو الاشياء الصحيحه اللي اتعامل فيها مع طفلي على اساس اني ما اهدمه. يمكن استاذه سحر ابي اتكلم عن المرحله العمريه، انت ذكرتي ان الطفل لابد ان احنا نتعامل معاه بطريقه خاصه، لابد ان احنا نعلمه انه هو يكون مسؤول ويكون مخطط لنفسه ولذاته على اساس انه هو ينجح. هل في مرحله عمريه مناسبه على أساس أنه يتعلم هذه المهارة؟ بكل تأكيد. شوفي، أنت من أول ما البيبي بيبقى عنده 3 سنوات من الوقت ده، أيوة بتقدري، مفيش كلام، لأنه من قبل كده من وهو بيبي صغير، ها، مش الصح، بس يعني خليني أقول لك حاجة هتستغربيها، مش الصح أن البيبي الصغير اللي لسه مولود بقاله يوم أول ما يعيط يرضع على طول، ده غلط، ده مش صح، لازم يكون في تنظيم. أنت متخيلة التنظيم ده، الوقت ده اللي بيتحط للرضاعة، لما بتربي ابنك أو بنتك على كده بيطلع شاب هو عارف مسؤوليات وهو بينظم نفسه. فأنت عندك من سن 3 سنين خلاص هو بدأ يمشي، فبدأ يمشي، بدأ يلعب، بدأ يتحرك براحته، ها، فأنت بتنظميه له حياته بالطريقة الصح، وعن طريق اللعب.
كل حاجة عن طريق اللعب، لأنه هو أكثر شيء ممكن أنه يشد الطفل أكيد. عشان يكسر بعد ممكن حاجز الملل والركود اللي ممكن يعيشه أثناء تعليمه لهذه المهام. هي أساساً ما فيهاش ولا ملل ولا أي شيء، بس إذا أنت لقنتي تلقين تلقين عكس اللعب اللي ممكن من خلال اللعب يستمتع فيه. الكلام ده مظبوط. لأن إحنا يعني معلش اسمح لي، الأم اللي هتقعد تلقن 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 هي مش بتربي، دي مش بتربي. هي أقول لك هي وظيفتها إيه؟ هي شرطي، افعل ولا تفعل. لا لا، أنا أم يعني بلعب، بحتوي الصغير والكبير. فترة الطفولة ألعب زي ما أنا عايزة، ألعب بجد. يعني الأم ما تتكسفش تنزل على الأرض تلعب مع ابنها لغاية ما يبقى شاب، بعد كده أصاحبه وبرضو أعلمه وأتعلم منه، اتعلم منه. فاه طبعا بكل تاكيد، ما هو انت غرستي الغرسه طلعت بقى وكبرت. صح. يمكن استاذه سحر بيعرف شنو الطرق اللي ممكن انها تتبعها الام على اساس انها هي تخطط يوم الطفل بشكل يكون مفيد ويكون مرن في نفس الوقت وما يكون صعب عليه. شوفي، هو التخطيط هيكون منظم عن طريق ايه؟ انه اول ما يصحى من النوم مثلا، خلاص احنا بنعمل ايه لما بنصحى من النوم؟ من اول ما بتصحى من النوم مش بتدخل تاخد دش؟ صح. خلاص في نظام، في نظام. هتقعد تفطر، يبقى ده وقت للفطار. بعد كده هنقعد نلعب، هنلعب قد ايه؟ يبقى في عندنا رزنامة كده باينة، عارفين في يومنا هنعمل ايه، عارفين العيد هيجي امتى، عارفين رمضان هيجي امتى، عارفين هنروح نزور جدتنا وجدك امتى. ما يكون في شيء مفاجئ، ما في، لا كل شيء مخطط، كل شيء مكتوب. عشان توصل لاهدافك لازم تخطط. صح. عشان الوقت ما نقول ان الوقت ضيق ولا ما وسعنا الوقت ان احنا نحقق كل الاهداف اللي حطيناها. وبعدين خلي بالك يعني قيمه العمل وجودته بتيجي من ايه؟ من وراء التخطيط. جميل، خلينا نرجع حق اداره الوقت بالنسبه للطفل. اليوم احنا دائما نبي نخلي الطفل يصنف المهام من ناحيه الاولويات والاهميه، شلون نعطيه هذه المهاره يكتسبها؟ هو بيكتسبها مننا على فكره، هو بيكتسبها مننا، بيبقى عارف ان احنا عايزين مثلا داخلين على رمضان، فاحنا بنستعد لرمضان، داخلين على العيد، في حاجات لازم نشتري للعيد، ملابس العيد، طب هنشتريها امتى؟ قبل العيد بساعه؟ اكيد لا. اكيد. يبقى في تنظيم. لما بنيجي نذبح في العيد الكبير بنذبح امتى؟ في وقت. صح. يبقى ده وقت الذبح، ده وقت نزول شراء ملابس المدرسة، ده وقت بيراقب وبيشوف، بيراقب وبيشوف وبيتعلم. صح. وانت بتنظم له حياته. صح. التنظيم ده هو بقى اللي بيطلعه راجل ناجح. جميل، حلو. يمكن أبي أعرف شنو التحديات اللي ممكن تواجه الأم، خاصة إذا هي قاعدة تعلم طفلها شلون إنه هو يعني ينظم نفسه، ينظم حتى وقته بشكل عام. شنو التحديات وشلون ممكن إنهم مع الأيام يتجاوزون هذه التحديات؟ بصي، أنا مبسوطة قوي من السؤال ده. ليه؟ لأنك أنت قلتي التحديات ما قلتيش التهديدات. وكثير من الأمهات شايفين كل حاجة تهديد، يعني هي عارفة اللي هو كل حاجة تهديد، لازم يعني تهديدات تكون دايما في يعني في هلع على طول. صح. على طول. لا، هي تحديات. لأن التحدي بيخلق الفرص. أنت بتعلميه من خلال التحدي أن التحدي طبع وسمة الحياة، وهي التحدي بيساوي الفرصة اللي أنت من خلالها بتقدر تعبر عن قدراتك. فبالتالي أنت بتعلميه إزاي يقدر يستفيد من ده. الأم نفسها بقى بتقبل التحديات دي، هي عارفة ان عندها مسؤولية، طفل او اتنين او تلاتة او اربعة، وما شاء الله واكتر كمان، بتعرف تنظم نفسها عشان تعرف ازاي تظبط حياتها وتديرها، هي نفسها اللي بتدير حياتها. صح. وبالتالي العملية بتمشي وبتبقى ناجحة جدا يعني. صحيح. إذن التخطيط هو الجزء الأساسي من تعليم الطفل. الله. في حياة الطفل حتى في حياة الكبار. طبعا في النهاية الأستاذة سحر حمدي، كل الشكر لك على تواجد معنا اليوم، أفدتينا صراحة في موضوع وايد مهم، وخاصة أن اليوم في الكثير من الأمهات يمكن يواجهون بعض الصعوبة في تنظيم وقت الطفل. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا راح نواصل أكيد باقي فقراتنا، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
رجعنا لكم من بعد الفاصل مع موضوعنا التالي. عندك حديقة في المنزل، سواء كانت هذه الحديقة كبيرة أو صغيرة، أو حتى بعض النباتات الخارجية اللي تكون في أسس فخارية أو أحواض زراعية، كل اللي عليك أن تتعلم شلون تعتني بهذه النباتات خاصة في الأيام الحارة القادمة. يعني نباتات حريقة المنزل من الأمور اللي تتطلب عناية ورعاية مستمرة، بالأخص في درجات الحرارة المرتفعة اللي ذكرتها جمانة. وإذا كنت تبحث عن طرق وإرشادات تسهل عليك عملية الاعتناء بالنباتات الخاصة فيك تحديدا، معنا اليوم المهندس الزراعي محمد جعفر ناصر، راح يعرفنا أكثر على أهمية الطرق للعناية بالنباتات في فصل الصيف. بداية كنت راح فيك أستاذنا، ويعني إن شاء الله نستفيد موضوع جدا حساس خصوصا في وقت الصيف إن شاء الله بإذن الله تعالى. خلينا نتكلم في البداية عن يعني كيف نتعامل مع موضوع ري النباتات وري نباتات الحديقة المنزلية تحديدا في هذا الفصل، دائما درجات الحرارة تكون فيه مرتفعة إلى درجات ما شاء الله يعني. طبعا بداية نحن نكون طالعين من فترة الشتاء، فترة الشتاء عادة تكون الري يكون أقل بسبب الأمطار بسبب برودة الجو. بالضبط. مجرد ندخل على فترة الصيف، فترة الصيف تكون درجات الحرارة العالية بفعل حرارة الشمس. حرارة الشمس تسبب التبخر السريع إلى اللي هو الرطوبة الأرضية أو الماء اللي إحنا نروي فيه. فعلى أساس نتجنب هذه المشكلة لازم إحنا نكون نوزع الريات، يعني بدل لا تكون رية واحدة مثلاً تكون ريتين، وتكون الفجر وتكون العصر. هذه بالدرجة الأولى. مثل احنا يوميا تقريبا نحتاج لترين ونص من الماء، بس ما نشربها مره واحده، توزع على طول اليوم احسن، تتوزع على اساس جسمنا يستفيد درجه افضل. جميل، حلو. يمكن ابي اتكلم عن النباتات اللي تكون مزروعه في الأسس تحديدا وفي الاحواض، شلون ممكن ان نحمي هذه النوع من النباتات من اشعه الشمس؟ طبعا النباتات اللي مزروعه في الأسس دائما تكون التربه مالتها محدوده، فالجذور ما تتمدد الى نواحي مختلفه ممكن انها تمتص الماء مثل تربة الحديقة. ولهذا لازم نحرص أول شيء أنه لازم نشيك التربة بشكل يومي على أساس نتأكد أن هل هي جافة ولا رطبة، يعني يكون الاهتمام فيها أكبر، يكون الري بعد فيها أكثر. غير هذا لازم نبعدها عن اللي هو الأماكن اللي تسطع فيها أشعة الشمس، بالذات في الأشهر الحارة شهر 6 و7 و8 و9 نحاول إحنا نضللها قدر الأمكان على أساس نقلل من عملية التبخر اللي تحصل إلى التربة. أنت قلت إنه تحتاج إلى ري أكثر، فهل أنت قلت مساعة إنه مرتين حق النباتات بشكل عام اللي في الأحواض واللي في الأصايص إيش كثرة؟ يعني عادة لما تكون مثلاً موجودة في تربة الحديقة نعمل لها حوض. هذا الحوض المقدار اللي يمتلي فيه هذا الحوض يكون تقريباً كفاية، يعني بالمعدل. لما تكون في اللي هو في الأحواض أو الأصص، أهم شيء الماء ما ينزل تحت، لازم مع التجربة مع الممارسة راح نعرف ترى أن هذا الماء واجد له شوي، يكون عندك خبرة، يكون عندي خبرة. إذا زاد الماء تحت نزل، ونزلت هاي الماء مع اللون البني، معناتها أن هذه الفيتامينات والغذاء قاعد ينزل تحت، فقاعد نخسر، قاعدين إحنا نغسل التربة. فلازم قدر الإمكان إحنا نحافظ على المغذيات هذه موجودة في التربة، ومع الممارسة راح إن شاء الله صار عندنا خبرة. تحتاج ممارسة وملاحظة ملاحظة أكثر أكيد. ممكن محمد نتكلم أكثر عن يمكن الكل يحاول إنه يزرع في المنزل، لكن تبقى يمكن موضوع الحجر الموجود أو القاوش مثل ما نقول يؤثر سلبا لأنه يمتص الحرارة. ففي معلومة تقول إن هذا الشيء ينعكس في فترة الليل، يعني إنه هو يخزن الحرارة ممكن يرد يعطيها بشكل عكسي في فترة الليل. فأول شيء هل هي صحيحة المعلومة وشلون نتعامل معها ذكر الصحيحة؟ فعلا هذه المعلومة صحيحة، ولهذا في فصل الصيف احنا لما نخلي أي نباتات اللي مزروعة في الأحواض أو في الأصص موجودة جنب القاشي جنب الجدار تسطع عليها شمس الظهيرة، هذه في النهار تنعكس هذه الحرارة على النبات فتحصل لها عملية حرق إلى خلايا النبات. وفي فترة الليل بدل لا النبات يكون في أجواء شوي معتدلة، الحرارة اللي موجودة في الأرضية اللي موجودة على الجدران راح تنعكس مرة ثانية، فالنبات راح يعيش في حالة من الحرارة العالية، هذا راح يأثر على نموه، يتوقف نموه وقد نخسره. فالأفضل في فترة الصيف نبعدهم إلى مكان شبه ظليل أو شمس جزئية، أو ممكن إحنا نستخدم اللي هو الشبك أو التضليل على النباتات سواء لحديقة المنزل أو للأصص اللي موجودة عندنا. جميل.
حلو. يمكن وايد ناس يسألون إن دائما النباتات اللي تكون عندنا تموت، وخاصة لما إحنا نسمدها بالسماد الحيواني في الصيف تحديدا، فأنا بعرف شنو الطريقة وشنو الأنواع اللي ممكن إن إحنا من الأسمدة اللي نستخدمها في فصل الصيف تحديدا، وهل تختلف عن فصل الشتاء؟ بالنسبة إلى السماد الحيواني هذا نستخدمه فقط في فترة الشتاء. أوكي. فترة الشتاء لأن الجو بارد، السماد الحيواني بطبيعة إحنا مجرد نخليه في التربة ونبلله يحصل له رطوبة، يرفع من درجة حرارة التربة بسبب عملية التحلل اللي تقوم بها البكتيريا اللي موجودة في التربة. فلما ترتفع درجة حرارة التربة بفعل عملية التحلل إضافة إلى حرارة التربة بفعل الصيف راح يسبب في حرق شعيرات الجذور، ولهذا إحنا لما نضيفه في فترة الشتاء هو يعمل على تدفئة الجذور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأسمدة اللي ممكن إحنا نستخدمها في فترة الصيف اللي هي عندنا اللي يسمونه الكومبوست النباتي أو السماد النباتي إضافة إلى السماد الصناعي. السماد الصناعي اللي هو يسمى NPK، هذه احنا النوعين ممكن ان نستخدمهم في فترة الصيف. طبعا ممكن بعد احنا نستخدم السماد الحيواني في فترة الصيف بس بطريقة معينة. احنا ممكن ناخذ لنا مثلا حوض او سطل نخلي فيه السماد الحيواني نخلي فيه الماء ننقع لمدة 3 أيام 4 أيام لما تحصل له شوي برودة راح ممكن نتلمس نشوفه بارد، يحرق الزرع مثل ما نقول. أحسن نستخدم الماء في عملية الري للي ما يبون يستخدمون أي أسمدة كيماوية أو أي أسمدة صناعية، وراح نشوف في فرق في النمو. بس ممكن البعض ممكن محمد يعني يتكلم إن لا تسمر في فترة الصيف، دائما هاي نسمعها بشكل يمكن يعني الكومبوست يمكن يبرد شوي لكن بعد البعض يقول لك لا تستخدمه في فترة الصيف. هو السماد هو بطبيعة الحال النبات في فترة الصيف يكون متعب، يكون مجهد شوي بفعل الحرارة، فإحنا حتى إذا بنسمد بكميات بسيطة. لأن عندنا فترة تقريبا 4 شهور من تقريبا شهر 5 إلى شهر أو 5 شهور إلى شهر 9 إذا ما نسمد قد النبات بالذات بعض التربة تكون رملية تكون فقيرة، فالنبات بعد هم محتاج بعد إلى تغذية في هذه المرحلة. نبقى مع ممكن التربة تحديدا الجفاف اللي ممكن يسببه درجات الحرارة العالية، شلون ممكن احنا نقلل من نسبة الجفاف؟ التقليل من عملية جفاف التربة ممكن طبعا احنا ذكرنا اللي هو التضليل، اهم شيء التضليل هاي الرقم واحد يكون مرتفع عن النبات بمقدار حوالي نص متر الى متر. أوكي. يعني انا ما اخلي الشبك مثلا يكون ملاصق الى الاوراق على اساس ما تسبب عملية الحرق، لان يعني في فترة الصيف يكون الشبك بعد حار. النقطة الثانية في شيء يسمونه المالشينج، هذه اللي هو عملية تغطية التربة بالأوراق المتساقطة. أنا ممكن أني أجيبها من أي حديقة من أي مكان أو حتى الأوراق المتساقطة، هذه جدا مفيدة أخليها في الصيف على التربة. هذه تمنع عملية التبخر لأن الشمس ما راح توصل إلى التربة، فبالتالي الأوراق أحسن. صح. فبالتالي يعني كل ما حافظ إلى فترة أطول من التربة تكون رطبة النبات استفاد بدرجة أكبر. هي القاعدة أن النبات ما أدري، هو النبات ما يتكلم، فبالتالي أنا ما أدري هو متى يحتاج إلى الماء. أنا صح. قد أعطيه في فترة ماء هو ما يحتاج إليه، فأنا إذا حافظت أن التربة تكون رطبة فترات الري بدل لا أعطيها مرة واحدة تكون على مراحل مثلا أو في اليوم مرتين يحصل استفادة بدرجة أكبر. وأهم شيء أني أتجنب الري اللي هو الظهر. أنا عندي فترتين إحنا قلنا الفجر إيش الظهر يعني تحديدا؟ أيوة الفجر ويكون العصر. يعني علميا وجد أن النبات يستفيد من الماء أو من رطوبة التربة في صباحا في فترة الصباحية مثل ما نقول توقع من النوم. صح. يعني فاستفادته أكبر، بس المشكلة إذا عطينا النبات صباحاً ماء راح يجف في الظهر. يعني ما توصل ساعة واحدة اللي هو جاف راح يبقى لليوم الثاني التربة جافة. قد يكون عطشان، بس إذا عطينا عصراً على الأقل ساعة 4 ساعة 5 ساعة 6 راح تبقى الرطوبة إلى اليوم الثاني على الأقل الساعة 10-11 تقريباً 15 ساعة. فالاستفادة أكبر، يعني إحنا نكون مجبرين في الصيف أن نعطيه لفترة العصر. حلو. يمكن أنا أبي أتكلم شوي عن يعني نبي الناس يستفيدون بقدر الإمكان من تواجدك معنا اليوم. في ناس وايد تعاني من الممرات، لما يكونون حاطين نباتات في الممرات تكون هني ممكن تكون أكثر عرضة حق الرياح والهواء اللي يكون قوي، شلون ممكن إن إحنا نقلل الضرر على هذه النباتات من فعل الرياح؟ الممرات بطبيعتها تكون فيها يعني رياح شديدة فعلي، يعني ساعات تكوين هندسة البيت يكون تيار أحسن. صح. يكون تيار
فبالذات الممر لما يكون في الجهة الغربية والجهة الشرقية هذه الرياح الشديدة هذه تسبب ضرر كبير إلى النبات، يعني تمزق الأوراق. هم بعد النبات يفقد ماء أكثر لأن يعني من خلال عملية الندح بفعل الرياح الشديدة، هم بعد يجفف التربة. فالعوامل اللي ذكرناها التضليل، تغطية التربة، احنا لازم بعد نعمل مصدات رياح، يعني مصدات رياح خفيفة أو بسيطة جنب اللي هو الأشجار على أساس أنا أصد الرياح هذه القوية عن النبات. بس شنو الأدوات يعني مصدات الرياح؟ أنا هاي شدتني، شنو الأدوات اللي ممكن من خلالها؟ الأدوات اللي ممكن احنا نستخدمها اللي هو دائما ينباع في كل المشاتل اللي هو الشبك الأخضر. أوكي. هذا طبعا رخيص وهم هو زراعي. مصد هو نفس الشيء ممكن يكون تغطية؟ ايه تغطية عن الشمس وهم بعد يكون مصد إلى الرياح. حلو. وبالنسبة حق التغطية، هل هذه يعني النوع الوحيد اللي ممكن إنه نغطي فيه النباتات ولا فيه ممكن أنواع ثانية؟ وشنو الطريقة الصحيحة اللي إحنا ممكن إن نغطي فيها النبات بحيث إن إحنا ما نخليه يموت مع الأيام؟ هو في عدة أنواع طبعاً تستخدم في المزارع، بس النوع اللي متوفر في أغلب المشاتل اللي هو هذا يسمونه الروكلين الأخضر. هذا ممكن إحنا نستخدمه كمصد، وممكن أو بالأحرى حتى اللي بيستخدم فقط كمصد نستخدم اللي هو مال مواد البناء، موجود عندهم وهم يمنع الهواء بدرجة أكبر. إيه يكون أسمك. بس صح. إذا بنستخدم إلى التغطية، التغطية هذا خاص إلى الزراعة لأنه هو يجيب نسب معينة. صح. يجيب اللي هو تضليل 70% ويجي تضليل مثلا حتى ممكن أشعة الشمس تدش عليه. أحسنت. بالله. إذا هو مثلا أنا إذا عندي زارع فوق السطح والحرارة كلش عالية ممكن أني أستخدم التضليل بسبعين في المئة. بس إذا كان مثلا تحت في حديقة المنزل نسبته أقل. نسبته أقل. جميل. ممكن يعني احنا في فصل الصيف نتكلم عن النبات، الافات دائما تكون هي المزعجه بالنسبه لاي حديقه، فشلون ممكن نقلل من احتماليه وجود افات في النباتات؟ الافات هذه تعتبر كلش مشكله، يعني هذه ما كانت سابقا منتشره بدرجه كبيره. في الفتره الحاليه او السنوات الاخيره فعلا هي تعتبر كلش مشكله كبيره على مستوى المزارع وعلى مستوى الحدائق المنزليه. وهذه بسبب اللي هو استخدام الخاطئ أو المفرط للمبيدات الكيميائية أو المبيدات اللي تستخدم إلى الآفات، لأن الحشرة هي تعمل لها مثل تصد هذه، تصد لها مناعة من المبيد إذا استخدم بطريقة خاطئة. وأنا سمعت بعد أن من يمكن الأشجار المستوردة يمكن الآفات تجيبها. أحسنت. يعني هاي مثلا حتى الفاكهة الحين إحنا لما نستلمها أحيانا قد يكون فيها بيض، وهذه البيوض تتفقس تتحول إلى عذرة وبعدين حشرة وبعدين تطلع فوق، هذه طريقة شذي. فبالنسبة إلى الآفات، الرياح هي اللي تعمل على نقل في أغلب الآفات. فعادة الغبار، الرياح يكون محمل بالغبار، الغبار هو يكون بيئة خصبة إلى تواجد بعض الآفات مثل العنكبوت. فعلى الأقل لازم نحرص أن إحنا أول شيء نغسل الأشجار بصورة دورية على الأقل لو في الأسبوع مرة أو مرتين على أساس ننظف الأوراق، هم بعد لعملية البناء الضوئي يكون أفضل إلى الأوراق. النقطة الثانية لازم إحنا نشيل الحشائش اللي موجودة حول الأشجار أو حول النباتات لأنها تكون مرتع أو بيئة بعد خصبة إلى هاي الآفات إلى البيوض. النقطة الثالثة إن إحنا نحرث التربة حرث خفيف على أساس إحنا نجففها شوي، لأن هاي تكون موجودة في بعض الدود أو بعض الحشرات، إذا جففناها هاي راح تموت. بس طبعاً راح نصطدم بمرحلة الصيف إن إحنا لازم نرطب التربة. صح. فالآفات عادة تكون متواجدة أغلب شيء في مرحلة في الموسم في الشتاء. أما في الصيف درجات الحرارة عالية فأغلبها يتوقف عن العمل. صح. أو يدخل في مرحلة سبات. حلو. يمكن أنا يعني وايد ناس ممكن إنهم يحطون أنواع من النباتات أنواع من الأعشاب في بيوتهم لكن مع الأيام ما تناسب فصل الصيف، أنا أبي نفيدهم شوي زيادة، نبي نقول لهم شنو هي أنواع النباتات إن كانت خضروات أو أعشاب عطرية أو حتى تكون نباتات الزينة اللي ممكن إن هي تناسب إن يتم زراعتها في فصل الصيف تحديدا. بالنسبة إلى النباتات اللي ممكن تناسب لفترة الصيف سواء النباتات الزينة أو الأعشاب العطرية أو الخضروات، عندنا مثلا البامية هذه ممكن احنا نزرعها، عندنا اللي هو الباذنجان هذه من النبات الخضروات اللي تتحمل درجات الحرارة العالية، وعندنا مثلا
هاي يعني أقوى شيء ممكن إني أنا أنصح فيه في زراعة حديقة المنزل اللي ممكن ينزرع بدون محمية. عندنا حتى الشمام، عندنا الجرح بعد هم بعد ممكن إنه ينزرع. ولو ينحي العكس اللي أنت ما تنصح إنه ما يتم زراعتها خاصة في الصيف أو ما تكون ناجحة. يعني الخضروات المتبقية اللي أنا ما ذكرتها تقريبا هذه كلها موسمية أغلبها تبدأ من شهر منتصف شهر 9 أو 10 إلى تقريبا شهر 5. في عندنا اللي هو الأعشاب العطرية، ممكن اللي هو النعناع، الفوطن، عندنا مثلا الملوخية هم بعد هذه تعتبر مناسبة للصيف. عندنا الزينة مثلا بعد اللي هو في نبات أو من الأزهار يسمونه الفينكا، هذا متحمل إلى الصيف وإلى الشتاء طول السنة يكون. طول السنة أحسن. هم بعد إحنا لما نزرع أحيانا حوالي الأشجار إحنا نبرد التربة، إحنا نمنع أشعة الشمس أنها توصل إلى التربة، فبالتالي تعكسها على الأوراق بالذات للشتلات الصغيرة. بالضبط. وأفضل فترة طبعا لزراعة الشتلات شتلات الفاكهة الأفضل يكون في شهر 10 على أساس يمديها تأخذ على المكان، تتعود على الأرض، يمديها شوية تكبر لما توصل لمرحلة الصيف تكون شوية قوية وتتحمل أكثر. هذه نقطة وايد مهمة أنهم يعرفون متى يختارون يعني النباتات المعينة الموسمية اللي ممكن أن هي تكون مناسبة للفترة أو الموسم على أساس أن هي ما تموت وفي التالي هم يخسرون في النهاية. بالضبط. في نقطة بعد مهمة اللي هو مسألة الناس واجد تكون من موت نباتات حديقة المنزل. الموت هذا شوف الحين طوال هذا اللقاء احنا تكلمنا عن تقريبا نقطة واحدة رئيسية اللي هي أشعة الشمس شلون نتغلب عليها. في بعد أمور ثانية لازم انتظم في الري، إذا ما كان عندي انتظام في الري راح يحصل تذبذب في نمو النبات، شوي ينمو شوي يتوقف. في عندي مثلا مسألة التسميد، النبات مثل الطفل إذا ما يحصل إلى غذاء مستمر راح يتوقف في مرحلة خاصة. احنا تربتنا مو تربة يعني مثلا نقول خصبة، تربة رملية، تربة رملية شوية فيها فقيرة فتحتاج إلى تغذية. أهم شيء إن إحنا نعتمد على التسميد الشتوي بالأسمدة الحيوانية على أساس إحنا نغذيها على الأقل لفترة أطول. هذا التسميد الرئيسي يعتبر للنبات. في نفس النقطة يمكن يعني أنا معلومة يعني سمعت إن يقول لك لا تغرس ممكن النبات، أول شيء خليه يتعود في الأجواء بالأصيص ماله في المكان اللي تبي تزرعه. ما إذا صحت هذه المعلومة وشون نتعامل مع الأصيص قبل أن نزرعه في التربة؟ هو طبعاً إذا إحنا جينا إلى مرحلة الشتاء أو مرحلة اعتدال الجو هذا ممكن إحنا عادي نزرع الشتلة بشكل مباشر لأن بحكم الصيف يمكن أيوة أحسن بحكم الشتاء التربة باردة، فمثل ما نقول الجذور فيها خمول شوي مثل المبنجة، فما في مشكلة إحنا لو زرعناها بشكل مباشر. بس لما نجي إلى مرحلة الصيف، مرحلة الصيف جدا حساسة، مجرد إحنا ننزل الشتلة بشكل مباشر في التربة، التربة حارة. صح. لما نشيل الأصيص راح تطلع الجذور اللي محيطة بالهذا، فشيء طبيعي إنه راح تسبب بحرق الجذور. فإحنا ما ننصح نهائيا اللي هو بزراعة الشتلات في الصيف أو في الربيع، المفضل في الخريف. البعض يقول لك عشان ان تبي تزرع خلها بالأصيص في فترة الصيف عقب زراعها الأفضل التربة. الأفضل بس أهم شيء بعد تكون في منطقة ظل أو أساس أنها تتسبب لهذا، أو إذا كان واحد مضطر أنه يزرع لازم يضللها بسعف مثلا أو اللي تكلمنا فيه اللي هو الروكلين الأخضر. يعني موضوع جدا استمتعنا فيه معك محمد جعفر ناصر مهندس الزراعي، ويعني موضوع الكل يهمه خصوصا اللي يبحث عن الزراعة. صح. في المنزل موضوع شكرا. متشعب شكرا جزيلا وإن شاء الله لنا حوارات قادمة بإذن الله. يعطيك العافية. شكرا لك. الله يحفظك. مشاهدينا بعد عام دراسي مليء بالمعلومات والجد يسعى الكبار والصغار لممارسة واكتشاف هواياتهم وتعلم مهارات جديدة، حيث يتم استغلال فصل الصيف من خلال عمل ورش مختلفة في الفنون بشكل عام. خلونا نتابع معاكم أحد هذه الورش الفنية وراجعين بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا شيماء شرفي. ما شاء الله شيماء جدا متعاونة، صار لنا أكثر من 5 أو 6 شهور نتعامل وياها ونحب التعاون وياها، طيبة حبوبة تتعامل مع الأطفال بلطف. علي
علمتني معلمة شيماء وأني لابسة الباندا لأن لوننا باندا. جميع الأطفال اللي يطلعون من عندنا يطلعون بنفسية جداً مرتاحة، يطلعون مستانسين عادةً أنهم يفرغون كل طاقتهم في هذه اللوحة. حتى اللي ما يعرف يرسم إحنا يعني نخليه لو بس يلون بإرشاد ومساعدة يتقن بعدين الرسم شوي شوي. سوينا الباندا باللون الأحمر الفاتح والأحمر الغامق والأسود وعلمتنا إياها معلمة شيماء. تحاول ان هي توظف الورشه بشكل تفاعلي جدا، يعني تخليهم يتفاعلون ما يكون طول الوقت بس قاعدين يرسمون. عاده انها توفر لهم اشياء مع اللوحه عشان تخليهم يرتبطون باللوحه نفسها. اليوم عندنا لوحه الباندا وفرت لهم حلاوه على باندا. مرات سابقه كان عندنا لوحه ارنب جابت لهم ارنب حقيقي، مره بعد جابت لهم طيور. يعني ما شاء الله متمكنه في تعليم الرسم للاطفال. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد التقرير الحديث اكثر حول هذا الموضوع. معنا في الاستوديو مدربه الورش الفنيه شيماء شرفي. صباح الخير شيماء. يا اهلا فيك. صباح النشاط والابتسامه اللي شفناها من شوي وانت قاعده تطالعين التقرير وحبك للاطفال يمكن يعني شفناه من خلال نظرتك وهاي الابتسامه. شكرا جزيلا. يا هلا مرحبا فيك. طبعا في البدايه نبي نعرف منك ونبي نعرف شنو اللي خلاك تتجهين تحديدا الى مجال تدريب الورش وخاصه الفنيه. اللي خلاني أنا أتجه لتقديم الورش الفنية أولاً هو الاستفادة من الوقت ومن ثم تحقيق الذات، ومش بس تحقيق الذات يعني حتى تطوير المهارات اللي موجودة عندي، وفوق كل هذه اكتشاف المزيد من الجمال. أنا لما كنت صغيرة في مرحلة الطفولة كانت عندي اللي هي موهبة الرسم. الوالد والوالدة الله يحفظهم نموا فيني هاي الموهبة عن طريق إشراكي في الورش الفنية، عن طريق انتسابي إلى مركز سلمان الثقافي في ذاك الوقت اللي كان عنده له أثر كبير في تنمية القدرات لدى الأطفال، ومن ثم المشاركة في المعارض. طبعا بعد ما اكتسبت المهارات، مهارات الرسم والتلوين، اشتركت في المعارض اللي كانت تقام من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوالت يعني اللي هو المشاركات في الورش التدريبية والمعارض. كان عندي رغبة شديدة في أن أنا أكون مدربة رسم أو مدرسة رسم فنون جميلة. كنت أتمنى الالتحاق بأحد الكليات النوعية الفنية، ولكن للأسف توجهت وجه آخر في تخصص إداري. ظلت الرغبة هذه موجودة. بعد ما صرت امرأة عاملة، زوجة، أم، وأيضا طالبة علم، ما زلت أنا طالبة علم، تمت الرغبة هذه موجودة. هذا الشغف موجود موجود يعني على طول. إيه مستمر، ودائما أذكر نفسي فيه. أنا كنت أبي أكون مدرسة رسم، كنت أبي يعني أقدم. يمكن لأنك نشأتي عليه من البداية، هو كان في حب داخلي وكان في تطوير من خلال الأهل مثل ما ذكرتي في الورش، فصار في تعلق. أي نعم. فبعد ما التحق أولادي بالمرحلة الجامعية شفت أنه لا، في وقت، يعني الوقت لحين موجود. قلت المسؤوليات وإن لم تنتهي. أنا قعدت أقول أوكي، يعني الحين خلا أنا أبدأ مرة ثانية، أسترجع الرغبة هذه مرة ثانية. حطيت لي خطة وتم التواصل مع عدة جهات
اللي تفضلوا مشكورين في استضافة الفعاليات وتوفقت طبعاً معهم. والحمد لله أنا مستمرة في هاي المجال وسعيدة جداً إن في هناك يعني الأهداف من وراء هاي الورش قاعدة تتحقق. يعني النقطة يمكن الفاصلة في هذا الموضوع إن الشغف والحب ويعني حب الشيء ما بيوقف عند عمر معين ولا عند مسؤولية معينة. يعني تشوفي أنت كبرتي وصارت عندك مسؤوليات وصار عندك أسرة، بس بعد حبيتي في النهاية إن أنت تحققين اللي في خاطرك وما زالت بعد الأفكار تتوالد. جميل جميل، وتستمر إن شاء الله. يعني الورش الفنية عالم واسع وعالم كبير يعني مثل ما نقول شيء ما فيه. شنو الأعمال اللي تقدمينها خصوصا لهذه الفئة العمرية اللي شفناها قبل شوي من خلال التقرير اللي تحتاج إلى هذه الممارسة وأيضا يعني اكتساب مهارة جديدة؟ طبعا أنا أقدم ورش فنية لجميع الفئات، يعني الأطفال والناشئة والكبار. جميل. لما إحنا إني حق فئة الأطفال، الأطفال عندهم مخيلة واسعة كبيرة وعندهم إحساس بالجمال بالفطرة، يعني عندهم الإحساس هذه ويحبون التلوين، يحبون الرسم حتى وإن ما عندهم المهارة. الورش هذه لما أنا أبي أقدمها أحط الخطة الأسبوعية لتقديمها للأطفال، أفكر في شنو يعني الفكرة اللي ممكن تستدعي انتباههم، شنو الفكرة اللي ممكن تلاقي استحسانهم، اللي هي تحفزهم على المشاركة، إيه يخلوهم يستمتعون. الأفكار دائما تكون أفكار طفولية بالنسبة لهم، يعني بالنسبة حق الفئة هذه نختار مثلا حيوان معين، نرسم النموذج، نعد الإعلان اللي يستقطب فيه المشاركات، لما نحاول حتى ان احنا نخلي نشاط يعني نشاط مشارك حق الفعالية. يعني مثلا اذا كانت الورشة لرسم الحيوانات، اذا الظروف اسمحت ممكن احنا نجيب حيوان. جميل. يعني ورشة ارنب نجيب ارنب مثلا، ورشة طير نجيب طير، فتكون في هناك عملية تواصل بين الاطفال المشتركين وبين الحيوانات الاليفة. صحيح. حتى أثناء تقديم الورشة أو قبل ما نبدأ في تقديم الورشة التدريبية، نعرف الطفل، نعرف الطفل بالحيوان هذه، نعدد مميزاته، نعدد خصائصه. لما إني مثلا اخترنا ثيم ثاني، مثلا نختار مثلا منظر طبيعي، على سبيل المثال لوحة القمر الكبير، نبدأ نعرف الطفل بمراحل القمر. حلوة المعلومات الإضافية اللي ممكن يكسبها. معلومات، إي نعم، نعرفهم شلون تصير الهالة القمرية، ومن ثم هاي شيء يحفزهم، يحفز حتى المخيلة مالتهم إنهم يبدؤون يرسمون. حتى مثلاً يجون وقت الورشة يقولون القمر الهالة اللي حوالينا، الضوء اللي حوالينا نسويه صغير ولا كبير؟ أقول لهم لا صغير، بس يقولون إحنا شفناه أمس كبير. فهاي بعد يحفزهم، يخليهم يستذكرون ليالي المقمرة أو القمر الكبير، أو تحفز عندهم التساؤلات اللي ممكن تفيدهم، لأنهم لما يسألون راح يطلعون. أيه. ولما يطلعون راح يكون عندهم معرفة، فبيكون عندهم مخزون معلوماتي جميل، خاصة إن أنت قاعدة يعني مثل ما تقولين يعني تهدفين إلى هدفين في نفس الوقت، إن أنت قاعدة تخلينهم يستمتعون في جو من الرسم. أيه. لكن بطريقة تكون مفيدة لهم. صحيح. يمكن شيء ما إحنا بنشوف لك بعض الورش والأعمال على الشاشة بعد شوي، ونبي نعلق عليهم ونبي نقول عنهم أكثر. فخلنا نشوف معك. هذه أول صورة موجودة اللي هي okay. أي هذه ورشة تم تنفيذها بمناسبة شهر رمضان. طبعاً إحنا قبلها نعد النموذج، ممكن موجود هي نموذج للإبريق النحاسي، ونبدأ نعطي نماذج مرسومة على الورق للمشاركين ويبدؤون بالتطبيق، والحمد لله هاي الورشة حازت على استحسان يعني المشاركات. عندنا هذه ورشة الرسم على السيراميك، شارك فيها فئة الكبار، وهذه رسمة هذه ورشة الرسم على بيت العصفور من الخزف، فكان جدا ورشة ممتعة. هذه أيضا ورشة الرسم على صحون السيراميك. عندنا هذه الورشة كانت بمناسبة عيد الأم. تختلف المواد، تختلف حتى مواد الرسم أعتقد. إيه في تنوع. نعم. هذه الورشة يشاركون فيها الأم وأطفالهم، ويتشاركون في رسم اللوحة،
والحمد لله كان يعني وايد لها صدى حلو من بين المشاركين. حلو يعني في تنوع مثل ما ذكرنا في, في 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 انواع الفنون نفسها. شفنا الرسم على السيراميك، الرسم على الفخارة والخزف، حتى المواد المختلفة. ومو بس في المواد، حتى بالنسبة حق الأشخاص. أنت ما تستهدفين الطفل، حتى الكبار إنه ممكن إنهم يتعلمون. أمس كانت عندنا ورشة للرسم على السيراميك. المجموعة اللي شاركت كانت من النساء وشاركهم رجل. كان رجل متقاعد وجدا استمتع، قال هذه أول مرة أنا أسوي أرسم على صحن سيراميك ويكون يعني النتاج الفني بهاي الشكل الجميل، يعني متقن جدا جدا، كانت مستمتع يعني. والحمد لله حتى الورش بدأت تستقطب حتى الأجانب. يعني في مشاركات، يعني جميع أطياف المجتمع، حتى ممكن المقيمين يستفيدون من هذه الورش. ممكن شيء ما اللي تابعنا الحين وحب ممكن يعني يشوف من هالنماذج يستفيد، وممكن قاعدين نشوفهم على الشاشة. شنو نصيحتك لهم إنه يطورون من قدراتهم؟ هي النصيحة مش بس لهم، النصيحة حتى لي أنا. النصيحة اللي أنا أوجهها لي وللجميع اللي يكون عنده مهارة فنية أو حاب إنه هو يطور من مهارته، هي التمرين والتدريب المستمر. إيدك لا توقف. عندك شغف في مجال معين، أبدأ بعملية اللي هو الاطلاع، القراءة والاطلاع. الحمد لله الحين في هناك الكثير من الورش المجانية في جميع المجالات، موجودة ومتوفرة على السوشيال ميديا، موجودة على مواقع الانترنت، على اليوتيوب. ادخل وشوف وتعلم وطبق، يعني دام هذه الموجودة متوفرة ليش ما احنا نستفيد منها؟ وإذا في هناك مجال إن احنا ننتسب إلى مجموعات أو ورش تدريبية نقدر إن احنا نطور فيها مهاراتنا، يكون أفضل. صح. دائما لما تكونين أنت محاطة بالأشخاص اللي عندهم هذه الاهتمام تستفيدين منهم وتفيدينهم في نفس الوقت. وأنا بتكلم عن الاستفادة تحديدا، شنو الفائدة اللي تلتمسينها من اشتراك الناس، خصوصا يمكن يكون معك أطفال؟ أرجع وأقول إن الاستفادة تكون مشتركة بيني وبينهم، متبادلة. متبادلة. الاستفادة الأولى يعني والمثلى هي الإحساس والشعور بالسعادة. أنا سعيدة إن ورشتي حققت أهدافها، وسعيدة لما أشوف إن المشاركين استحسنوا المشاركة في الورشات، والسعادة اللي أنا قاعدة أشوفها في عيون الأطفال من ردة الفعل. يعني ردة الفعل يعني إحنا الورش اللي أنا أقدمها هي كلها ساعتين إلى ساعتين ونص، وفي الأخير الطفل يعني يطلع بنتاج فني جميل. ممكن بس تلاحظونه هني، هذه كلها نماذج من المشاركات الأطفال. يعني أنا يا بيتها هاي كلها مشاركات الأطفال، إحنا نحط لهم النموذج في خلال ساعتين، نطلب منهم إنهم يطبقون. هذه تطبيقات الأطفال المشاركين في ورشنا. كم الأعمار هذه شيماء بالنسبة للمشاركين؟ الورش مفتوحة من عمر 7 سنوات ل13 سنة. يعني عشان يعني المشاهد اليوم يعرف مثلا هذه الطير كم عمر الطير اللي شاركوا فيها من عمر نقول 6 سنوات لعمر 13 سنة. ما شاء الله، يعني صغار في السن ولكن نتائجهم يعني جدا جميل. لأن الله يسلمك، خلال الورشة هي مش بس إن أنا أقول حق الطفل تعال وطبق النموذج، إحنا بنجهز له النموذج. أكيد تعلمينا. تعال كوبي، إحنا نعلمه شلون يستخدم الفرشاة، شنو هي الفرشاة المناسبة، شلون تصير عملية الدمج. شنو التقنيات اللي هم مستخدمها؟ ممكن يستخدم الفرشاة، يستخدم الإسفنجة، حتى يستخدم إصبع سبابة على أساس إنه هو يرسم يلون القمر أو يرسم مثلاً النقاط يحطها. بالضبط. جميل. الطرق متعددة في تعليم الرسم. نبي نعرف إلى أي مدى ممكن ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذه الورش اللي قاعدين تقدمونها. وسائل التواصل الاجتماعي هي صارت وسيلة للنشر والانتشار الآن. يعتمد على مدى كان المحتوى مفيد ومدى الاستفادة من المحتوى اللي يقدم. فوسائل التواصل الاجتماعي تساهم في انتشار المحتوى الجيد. صح. وهاي الشيء حتى أنا بعد قاعدة يعني حاستها معي أنا. يعني قاعدة أشوف أنا صج أستخدم حسابي اللي هو في الانستغرام في الترويج للورش الفنية، أشوف إنه لا، قاعدة تصير في هناك كابتشر وتصير فورورد وتصير في منشن، وقاعدة يوصل حسابي لي مش بس داخل البحرين، حتى لبرا البحرين. يعني دول الخليج العربي، حتى دول في أوروبا. يعني قطعنا المسافات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وسيلة فعالة في الانتشار. مثل ما ذكرتي أكيد. يمكن شيماء، إحنا سمعنا إن عندك مشروع فني
مستقبلي صراحة الطبقين إن شاء الله بإذن الله. خلينا نتكلم شوي على عجالة. أوكي، المشروع الفني هو مشروع إلكتروني قاعدة أحضر له الحين، بيكون إن شاء الله مميز فريد من نوعه لفئة الأطفال. راح يكون في هناك أنشطة مصاحبة للفعاليات اللي راح تقدم من خلال المشروع هذه، أنشطة حسية حركية ولكن بتكون بطريقة مميزة وجديدة. ما أدري هل في مجال أن أنا أقول هو نوع هو دائماً مشروع؟ يعني دائماً وأبداً نقول إحنا أن التميز الإبداع دائماً هو اللي يوصل الفكرة. يمكن اليوم أنت تتكلمين عن مشروع ممكن يكون موجود، لكن لما أنت تطبقينه بطريقة تكون إبداعية ومميزة راح يكون أكيد له ثقل وله أكيد. وجود يعني ومميز في النهاية. أكيد إحنا نتمنى أن أنت تطبقينه، نتمنى أن إحنا نشوفه على أرض الواقع ونستضيفك مرة ثانية على أساس أن أنت تشرحين لنا عنه أكثر. طبعاً في النهاية مدربة ورش الفنية شيماء شرفي، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم ويعطيك العافية. شكراً على الاستضافة. شكراً جزيلاً. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية ساعتنا من شمس البحرين، بإمكانكم متابعة هذه الحلقة بالإضافة للبث المباشر وباقي البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة وتلفزيون البحرين عبر التطبيقات الموجودة أسفل الشاشة. أكيد طبعا عيسى، انتظرونا باكر في حلقة نهاية الأسبوع. نشوفكم على خير ومع السلامة. في أمان الله.